هي لسه كلامنا عن رياضة مستمر وبثلاثية نظيفة. استطاع النادي الأهلي الفوز على نادي الزمالك في قمة الجولة ال14 من الدوري الممتاز عشان يحافظ الأهلي على صدارة قمة الدوري بفارق 4 نقط عن الوصيف فيوتشر و8 نقط عن الزمالك اللي بيجي في المركز الرابع 26 نقطة. هنتكلم أكتر عن الماتش والتفاصيل الفنية وترتيب كمان الفرق في الدوري، إيه اللي حصل كمان من الاثنين المدربين واللاعبين على أرض الملعب مع سعيد علي الناقد الرياضي. سعيد نورنا ودايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير. اهلا بيك نورنا. صباح الخير عليك سعيد. صباح الخير عليك استاذ محمد، اهلا بيك. طيب انت يعني شايف الماتش، تقييمك للماتش امبارح ايه؟ الاهلي فعلا فاز على الزمالك بثلاثيه واحنا بنتكلم، بس شايف الماتش قوي؟ شايف الاهلي ده شكله اللي احنا المفروض متعودين عليه؟ يعني قول لنا. يعني اقدر اقول اجمالا مباراه متوسطه. لو قسمناها على شوطين، شوط اول سيء جدا، شوط تاني فوق المتوسط شويه، فنقدر نقول اجمالا هي مباراه متوسطه بتعبر عن تراجع كبير حصل للقطبين وحصل للاهلي والزمالك في السنوات الاخيره، وناتج عن طريقه اداره سيئه هنا وهناك ادت في النهايه الى هذا المستوى المتواضع اللي يعني كان فيه رده فعل غاضبه بشكل كبير جدا، خاصه بعد نهايه الشوط الاول من الجمهور بسبب سوء الاداء والتراجع الكبير الملحوظ في الفريقين. لكن في النهايه عوده النادي الاهلي بقوه في الشوط الثاني وقدرته على تسجيل اهداف اعطى طابع اكثر جماليه شويه وعالج السلبيات الكثيره اللي كانت باينه في الشوط الاول، وفي النهايه نجح النادي الاهلي يحقق اهدافه من المباراه وفاز بالمباراه. الطرف الاكثر تنظيما، الطرف الاكثر رغبه، كان واضح جدا ان النادي الاهلي عنده رغبه اكبر في انه يفوز بالمباراه. اعتقد النادي الاهلي بهذا الفوز قطع شوط كبير جدا انه يسهل مهمته في بطوله الدوري هذا الموسم، وكمان خطوه نحو تدعيم مشروع مارسيل كولر اللي كان بيمر بهزات في فترات ما، شويه يكسب وشويه يتعثر وشويه يتعادل. حاليا التوسيع فارق النقاط مع الزمالك ل8 نقاط، ده مهم جدا، بيعطيه ثقه اكبر ومساحه هدوء واستقرار يشتغل من خلالها، يروح كاس عالم للانديه وهو مطمئن على صدارته بفارق كويس جدا. فاعتقد كان فوز مهم جدا جدا النادي الاهلي في توقيت مثالي. طيب ده عظيم جدا. هل احنا طبعا شفنا الشوط الاول زي ما انت قلت، والشوط الثاني حاجه والشوط الاول حاجه ثانيه خالص. الشوط الاول كان فيه التزام بالتكتيك المحطوط، كل واحد ملتزم بمكانه في الملعب وكانوا مقفلين على بعض. هل ده كان فخ عمله مارسيل كولر مثلا في الشوط الاول لنادي الزمالك، لانه عارف ان نادي الزمالك هو اللي هيبقى حريص على انه يسجل اهداف، لانه هو اللي صحيح عايز يلحق بالنادي الاهلي عشان يقلل الفارق ما بينهم في ترتيب الدوري؟ صحيح. انا بشوف مارسيل كولر وفيريرا اتنين من الحكماء المدربين اللي عندهم وعي عالي جدا جدا. الاتنين اتبعوا فلسفه الصبر في الشوط الاول، ما كانش حد عنده رغبه في الاندفاع، كان التقدم بحرص شديد جدا جدا. انا بشوف ان الشوط الثاني كان امتداد للشوط الاول، لكن تغييرات بسيطه جدا جدا احدثت الفارق. يمكن في نهايه الشوط الاول شاذلي بالتحديد، حمدي فتحي اتحرك في منطقه جزاء الزمالك واستلم كوره من حسين الشحات اللي معرفش استلمها وعدت وجت في العارضه. المشهد ده لما اتكرر في الشوط الثاني 3-4 مرات حصل التحول. يعني في المره الوحيده اللي خرج فيها حمدي فتحي في الشوط الاول حصل، ظهرت الخطوره وظهرت اول فرصه حقيقيه في شوط عقيم. لما حمدي فتحي بقى قرر ده بكثافه وغزاره وتواجد في منطقه الزمالك بشكل كتير متكرر، هنا سجل قدام سجل الاهلي الهدف الاول وسجل الهدف الثاني، اللي هو لاعب نص الملعب اللي بيعمل التكمله في اللي هو الزياده العدديه اللي بتحصل، اللي هو ما فيش خوف، فاحنا مترصين ورا ومكملين ورا. وخلينا اقول ان الزمالك حاول يعمل دي الشوط الاول، لكن الفارق ان كولر يمتلك حمدي فتحي اللي عنده الوعي وعنده الجوده في استغلال الفرصه واستغلال المساحه اللي بتظهر له، في حين ان فريرا لم يمتلك لاعب بجوده حمدي فتحي عشان ينفذ له ده. يمكن هو حاول يعمل ده، ممكن الومه في ان هو حاول يعمل ده من خلال عمرو السيسي، اللي عمرو السيسي اللي هو اللاعب اللي بيميل اكتر للالتزام الخططي والادوار الدفاعيه، فصعب ان انت تقحمه في منطقه جزاء الخصم او ان هو يكون متمرس على انه يكتشف المساحه ويستغلها ويتقدم فيها. فكان ممكن او يستطيع انه يعمل ده مع امام عاشور. انا فوجئت انه بيكلف عمرو السيسي بادوار هو ما يقدرش يقوم بيها، في حين ان كان يقدر يقوم بالادوار دي امام عاشور. فاللي صنع الفارق امبارح هو لاعب الوسط اللي كان يقدر يدخل ويعمل الزياده. ويمكن انا شفت فيريرا يعني عكس الناس كلها، هو قرا كولر بيعمل ايه، وقرا حمدي فتحي بيتقدم ازاي، وعمل تغييره اللي الكل انتقدوا فيها.
لكن هو كان الهدف منها فعليا انه يوقف حمدي فتحي. يعني هو لما نزل مصطفى الزناري في قلب الدفاع وسحب حمزه المسلوسي وحول عبد الغني باك رايت، كان الهدف من الموضوع ان يبقى عبد الغني قريب من الاثنين مدافعين، فيبقى في ثلاث مدافعين طول الوقت علشان لما حمدي يعمل الزياده ازاي اعمل عمق وازاي اصد حمدي فتحي. لكن للاسف ارجع تاني واقول، ويمكن ده كان حديثي معاك يا جوهان قبل الهوا، جوده الافراد، جوده اللاعبين نفسها هي اللي بتمكن مدرب طبعًا. وبتصنع مدرب وبتضيع مدرب تاني. فانا بشوف ان فيريرا كان ضحيه افراد جودتهم اقل وجودتهم طيب. طبعا جدا حلو جوده افراد. واحنا بنتكلم الزمالك بالفعل في لاعبين مشيوا من عنده، من يعني من امهر اللعيبه او من اهم اللعيبه في الزمالك، لو على سبيل المثال مثلا بن شرقي وغيره. فكره جوده اللعيبه دي مين بيعملها؟ مين مسؤول عنها؟ ومشكله الزمالك فين؟ لان احنا بنتكلم على مدير فني، احنا بنتكلم على مدرب، ففيريرا حقق انجازات مع الاهلي ونجاحات مع عفوا مع الزمالك كبيره جدا. صحيح. ايه اللي حصل؟ طيب خلينا اقول ان عمليه انتقاء اللاعبين واختيار الصفقات في عند الناس اللي بتعمل بشكل علمي مخطط بيتم من خلال تنسيق ما بين ادارات مختلفه، سواء اداره فنيه او يعني جهاز فني، والمدير الرياضي للنادي او الاداره الرياضيه للنادي او لجنه التخطيط. هناك مسميات كتير للحلقه الوصل اللي بتحصل ما بين الاداره وما بين الاجهزه الفنيه، وبيبقى في تخطيط واحنا احتياجاتنا ايه، وفي معروض واحد واثنين وثلاثه، وازاي احنا احتياجاتنا ايه في الفتره اللي جايه ونختار من خلالهم. لكن ده مش حاصل، يعني ده لا حاصل لا في الاهلي ولا في الزمالك ولا حاصل في اي مكان في الكره المصريه. التخطيط غايب، وبسبب غياب هذا التخطيط دايما العشوائيه والارتجاليه والجهود الفرديه هي اللي حاضره وهي اللي صوتها عالي. فخلينا اقول لك، وانا متاكد تماما وعلى يقين من اللي انا بقوله، ان صفقات الزمالك غير راضي عنها فيريرا. يعني فيريرا غير راضي، وكشف ده، وانا بقول وانا مسؤول عن كلامي، كشف ده للمدير الفني لنادي الاتحاد السكندري في المباراه الاخيره اللي جمعت بين الزمالك والاتحاد السكندري، وهو بيتكلم على الفرقه قال له انا غير راضي عن الصفقات، والصفقات اللي هم خدعوني واوهموني وقالوا ان في صفقات قويه جايه، فانا فوجئت بمحترفين اقل من اللاعبين المحليين. يعني الزمالك السنه دي بدا هذا الموسم بزكريا الوردي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، وقيل عن زكريا الوردي على لسان مسؤولين كبار في نادي الزمالك انه قد طارق حامد 100 مره، زي ما انت ذكرتي يا جمانة في البدايه ان اعمده رئيسيه في الفريق خرجت دون تعويض. طارق حامد واحد من الركائز الاساسيه في اخر 10 سنوات في نادي الزمالك، فتعويضه مش بالسهل، مش بزكريا الوردي، تعويضه بعنصر مهم جدا ولاعب قوي جدا جدا، ربما دونجا يعمل ده مستقبلا، لكن ما كانش زكريا الوردي خالص. كمان اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي انا بصنفه وبشوفه افضل لاعب داخل افريقيا، داخل القاره، اللاعب الاكثر فعاليه واللاعب الاكثر تاثيرا لم يتم تعويضه بشكل جيد منذ خرج مصطفى محمد الزمالك. مين المهاجم اللي ضمه الزمالك؟ مفيش مهاجم جيد. فاعتقد ان فلسفه الزمالك في تعويض الاعمده والركائز الاساسيه كانت سيئه جدا، وهو بيدفع ضربتها دلوقتي. مش السبب في فيريرا، لان انا بشوف فيريرا هو نفس الشخص الحكيم، هو نفس المدير الفني البارع صاحب الخبره الطويله القادر على انه يحقق نتائج جيده، لكن الادوات اصبحت اقل جوده في الفتره الحاليه. طيب نيجي نتكلم عن كهربا ودوافع كهربا، وهل انت شايف ان تغييره بعد احراز الهدف كان ذكاء من مارسيل كولر عشان ما يكونش فيه مشاحنات في الملعب او كده؟ خلينا اقول لو اتكلمنا عن تغيير كهربا بالتحديد، يمكن قبل ما يخرج بخمس دقائق، والله انا قاعد مع زمايلي، خلاص كهربا مخزون البدني خلص. يعني هو سهل جدا جدا انت تشوف ان كهربا خلاص. يمكن انا كنت افضل، يعني انا لما تيجي تكلمني بشكل فني، ان كهربا يختم الماتش مش يبتديه، لان كهربا مخزون البدني مش جاهز، او مردوده البدني مش في افضل حالاته. ربما هو كان موفق ان هو يسجل وانه يكسب، لكن لو ما سجلش الهدف مثلا كنت انت هتحتاج واحد بذكائه وتحركاته في النص ساعه الاخيره وبدوافعه كمان بالظبط وبدوافعه. اعتقد ان كولر نجح مع كهربا في تاهيله نفسيا، كونه يرجع في الوقت الضيق ده وبتوظفه في مركز غير مركزه الاساسي اللي هو الجناح وبتقربه من المرمى، هو برضه ذكاء من كولر ان انا مش عايز اهلكه بدنيا في مركزه الاساسي، لان الجناح بيقوم بادوار مزدوجه دفاعا وهجوما، فبالتالي لا انا هخليه في الثلث الاخير، هقربه من المرمى اكتر، هستغل وعيه وذكائه في انه يبقى قريب من الجون وانه بيفنش بشكل كويس جدا. فاعتقد انه اهله واجاد توظيفه في المباراتين. وكمان خليني اقول ان في تغير في شخصيه كهربا، شخصية كهربا ما قبل أو في الفترات الماضية وكهربا بتاع الفترة الحالية، يبدو أكثر تركيزا، يبدو أكثر نضجا. أتمنى الاستمرارية على ده، ما نشوفش سلوكيات تانية اللي هي بتقول إن أنت مركز في حاجات بره الملعب، تكون مركز في الملعب وبس، لأنه فعليا فرق كتير جدا مع النادي الأهلي وفي شكل وأداء النادي الأهلي والنتائج في آخر مباراتين. طيب محمد شريف، يعني هدفين
ما شاء الله، وشايفين برضو تحسن كبير جدا في الاداء، يمكن على الفتره اللي فاتت، على مدار الفتره اللي فاتت لا يعني ما كناش شايفين اهداف خالص، من الاداء كمان كان متراجع بشكل كبير جدا. شايف ايه اللي حصل؟ اللي حصل خلينا اقول ان محمد شريف بشكل عام، ولما نشوف الهدفين اللي سجلهم وطريقه تسجيل الهدفين بتعكس انك قدام فعلا قدام مهاجم بجوده عاليه جدا. الهدف الاول تسديده بالون تاتش، ازاي هو محضر، ازاي ما كانش جسمه معدول، وازاي قدر ياخد خطوتين لورا. في الهدف الثاني بالقدم العكسيه، القدم اليسرى، الكره وراه، يعني وراه بمساحه دي ما يعملهاش غير مهاجم عالي قوي وذكي جدا، وطريقه ما هو بيعدل جسمه، ثم الدقه والقوه في التسديد. هي دي حاجات تفاصيل صغيره صحيح، بس بتقول ان الراجل ده عنده حاجات كتير. وفعليا محمد شريف لما تيجي تبص على ارقامه النهارده، هو 51 هدف مع النادي الاهلي في خلال 3 سنين و6 اهداف في القمه، فدي لا دي ارقام مهاجم عالي جدا ومهاجم كبير جدا. لكن كان ايه اللي حاصل يا جماعه؟ زي ما انت بتقولي، اللي كان حاصل ان في ازمه ثقه، وربما كولر اراد تحفيزه في فتره ما 14 ماتش، يعني ازمه ثقه. ازمه ثقه بتحصل، في لاعب بيقعد موسم كامل عنده ازمه ثقه. ازمه الثقه حاصله لان انا بشوف ازمه الثقه بشكل شخصي، يعني محمد شريف بدات من بدري قوي، من ايام كيروش مدير فني للمنتخب لما كان في عز مجده ومتالق وهداف افريقيا وهداف الدوري، وبيستبعده تماما من منتخب مصر، فده زرع بعض الشكوك جواه. انت احيانا مهما كنت بارق، لما حد بيزرع الشكوك ويعززها احباط على الاقل مش شكوك. بالظبط، فدي متقلل منك. كمان كولر جه يعني لما بدا مشواره مع الاهلي عزز ده في شريف، لانه طلع في مؤتمر علنا وقال ان لا امتلك مهاجم هداف، وان انا مش واثق في محمد شريف ولا شادي حسين، فده ارباكه اكتر. ربما كولر اراد تحفيزه بالتصريح ان هو بيستفزك، لكنه لا، جاب اثر سلبي في فتره ما. لكن كولر لجا لطرق علاج اخرى، وقال ان انا في الفتره الاخيره اللي عملته مع محمد شريف ان انا جبت له اهدافه وقلت له فين ده؟ فين الراجل ده؟ انا مش عايز غير ده. فهو فعليا هو كولر شايف انه عنده حاجات كتير جدا، ويمكن ده اسهم في استعاده الثقه. واعتقد ان محمد شريف مباراه الامس هتمثل تحول في مسيرته مع كولر، وهتعيده من جديد، لان فعلا محمد شريف لعيب ذكي بيركز في التفاصيل، عنده القدرات والمؤهلات اللي تخليه يقود هجوم النادي الاهلي، وكمان يكون مؤثر جدا في منتخب مصر الفتره اللي جايه. عظيم. الاهلي عنده غيابات كتير، عنده اصابات كتيره جدا، وكان معظم النقاد الرياضيين والمحللين كانوا بيتوقعوا ان احنا ما نشوفش هذا الاداء من النادي الاهلي، لانه بيعاني من غيابات كتيره جدا، وهيبقى صعب تعوضها كمان في الملعب. لكنه فاجئ الجميع وظهر بالشكل في الشوط الثاني، اعتقد انه شكل رضا الجماهير كلها كانت مبسوطه. بالزبط. وكل المحللين بداوا يتكلموا برضو عن التغييرات، واكيد انت ليك راي في الموضوع، التغييرات اللي عملها مارسيل كولر. بالزبط. هل شايف ان الاهلي الفتره اللي جايه هيفضل يواصل سلسلة انتصاراته؟ هيقدر يكمل؟ هيروح كاس العالم الأندية؟ هيعمل ماتشات كويسة؟ هيأدي بأداء كويس؟ شوف، أنا بشوف إن النادي الأهلي رغم انتصاره على نادي الزمالك بنتيجة كبيرة جدا، لكن ده لا يعكس إن النادي الأهلي في حالة جيدة أو في أفضل حالاته. أنا بشوف إن النادي الأهلي في مسار ارتفاع في المستوى، في مرحلة الارتقاء، بيمشي بخطى ثابتة، لكنه لم يصل بعد إلى منطقة الأمان أو المنطقة اللي تخليك مطمئن وتقول إن الأهلي فعلا يخليك واثق في إنه هيستمر. ربما محليا يكون الأمور أسهل شوية، لكن شخصيا مش منتظر منه كتير في كأس العالم للأندية. صحيح الأهلي يقدر والبطولات المجمعة ليها ظروفها، اللي بتقوم على ماتش واحد ليها ظروفها، لكن عموما واجمالا لسه الاهلي محتاج شويه شغل. دخول الصفقات الجديده، مروان عطيه، خالد عبد الفتاح، كريستو، هيكون ليه دور وهيسهم. طيب الاهلي يعمل ايه عشان يكون مؤهل او يكون مستعد لكاس العالم للانديه؟ انا بشوف ان هو محتاج بشكل سريع جدا يدخل الصفقات الجديده عشان يحصل تحول. يعني انا بشوف مثلا الشكل الهجومي للنادي الاهلي او الثلث الاخير للنادي الاهلي في بعض المشاكل، بدليل ان اللي بيحدث التحول هو لاعب الوسط حمدي فتحي، فبالتالي ما زال عندك ازمه في مركز الجناحين حسين الشحات واحمد عبد القادر، فبالتالي دخول كريستو بشكل عاجل جدا وعوده محمد شريف بشكل عاجل للتشكيل هو ده اللي ممكن يحصل معاه التحول السريع. كمان مروان عطيه ربما يحدث بعض التعديل في وسط الملعب، لكن الاهلي لسه محتاج شويه وقت علشان يقدر يستعيد مستواه المعتاد من جديد. واعتقد ان النادي الاهلي حتى معنا هذا الموسم لن يصل لافضل حاله، الاهلي لسه محتاج ميركاتو اخر او
موسم تعاقدي اخر عشان يقدر يعمل تدعيمات اقوى، لان في نواقص كتير لسه في النادي الاهلي. عظيم. كنا دايما نقول لو زيزو وامام عاشور فايقين نادي الزمالك بيكون فايق، لكن صحيح. احنا شايفين تخبط في الاداء بقالهم فتره وتراجع في المستوى. ده مش زيزو، الكواليتي بتاع اللعب بتاع زيزو ده من امهر اللعيبه اللي موجوده في مصر. خلينا متفقين على ده، ده مش زيزو. ايه السبب في ده؟ السبب رقم واحد انه بيلعب بضغوط اكبر، يعني لما ما كانش مضغوط وما كانش منتظر منه ان انت احسن لاعب في مصر وان انت اعلى راتب في مصر وان انت اللعيب اللي حطه باضواء كبيره جدا جدا، كان ماشي بشكل انت ما فيش حواليه حاجات بتحاصره. فالموضوع اتغير دلوقتي، المطلوب منك وانت افضل لاعب في مصر وانت واحد بتتقارن بنجوم العالم وترتيبك الكام في اسهامك في الاهداف سواء بالتسجيل او الصناعه اصبح اصعب بكتير جدا. كمان المنظومه، تأثير المنظومة على الفرد. منظومة نادي الزمالك هذا الموسم ليست منظومة نادي الزمالك الموسم الماضي. بشوف تاني وبقولها وبكررها، أثر بن شرقي الكبير على المنظومة أيضا أثر على أحمد سيد زيزو، لأن لما تكون معاك في الفرقة لاعب عنده أدوار مهمة في الصناعة وإن هو بيشيل عنك كتير، يعني أشرف بن شرقي كان بيقوم بالحل الفردي طول الوقت في الناحية التانية، فده كان بيخفف كتير جدا جدا على زيزو. لكن دلوقتي كل شيء ملقى على زيزو. صحيح. لما كان معاه مصطفى محمد كان لعيب هداف وكان بيساعده وكان بيترجم كراته، فبالتالي اصبح كل العبء على احمد سيد زيزو، فالتدعيمات مش مساعده احمد سيد زيزو اعتقد. فهو في جزء وقع عليه وفي جزء وقع على المنظومه، نتمنى ان هو ان شاء الله يقدر يتدرج ده، لان انت زي ما انت قلت احمد سيد زيزو واحد من اهم وافضل اللاعبين في الكره المصريه ومنتخب مصر محتاجه بشده الفتره الجايه ان شاء الله. اكيد طبعا احنا يعني اكيد بنبارك للنادي الاهلي ونتمنى دايما حتى نشوف تقدم في اداء لعيبه النادي الاهلي والزمالك. واحنا بنتكلم احنا حتى بنسلط ضوء على ايا كان يعني اي فريق موجود في اي فريق مصري موجود عشان احنا نحل المشكلات الموجوده عشان نقدر نشوف صوره للكره المصريه تليق بتاريخ صحيح. مصر الكروي الطويل وتليق بصوره مصر. على اي حال مشكوره جزيل الشكر طبعا سعيد علي الناقد الرياضي، نورتنا. صباح الخير يا مصر. شكرا ليك استاذ جمال. شكرا ليك.